السلام عليكم ورحمة الله. اليوم كنتواجد بغابة ديال إفران اللي ما بين أزرو وإفران، واحد المنظر رائع، أكثر من رائع. أنا شخصيا معجبة بزاف هاد المنطقة، ميمكنش منجي لهاش على الأقل 4 مرات في العام مادام قريبة لمدينة مكناس فين عايشة. وحبيت اليوم نفارطاجي معكم هاد الجمال الرباني اللي خلق لينا مولانا. درت خريجة أنا والوليدات، وقفنا شوية في هاد الغابة نتريضوا فيها شوي ونتمتعوا بهاد الجو. شمو شوية الأكسجين النقي، خضروا عويناتكم معايا، تمتعوا لي بهاد المنظر هذا. الله، السماء ما كتبانش من كثافة الأشجار. السماء نطلع لكم لاكام من الفوق، السماء ما كتبانش من كثافة الأشجار. يابسة على الأرض، كنتمنى من الله هاد الغابة تكون. هنا يمكن لكم تشوفوا المطار ديال إفران، إلا ممكن يبان من البعد. والزوج ديالي كيرتاحوا تحت الأشجار. ما نقدرش نوصف لكم الجمال ديال الهواء. الهواء